نحن نؤكد بأن فيما إذا تم هذا الأمر لا سمح الله، وهي قضية الانقلاب على الدستور، نؤكد مرة أخرى أننا سنقاطع الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وأن وجودنا في ساحة الإرادة بين أبناء الأمة، بين أبناء الكويت الأحرار الشرفاء، أفضل ألف مرة من وجودنا كدمى تلعب فينا السلطة في قاعة عبد الله السالم. لذلك هي رسالة للأمة بأن تكون مستعدة في مواجهة محاولة الانقلاب الثالث على الدستور، وهذا الأمر سنواجهه. ونقول أيضا كوجهات نظر، نحن يعني نعتقد أن هناك وضوح كامل في البيان الذي صدر من كتلة الأغلبية، ولكن حنا نقول أن تفعيل الإمارة الدستورية هو مطلبنا وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة. الأمة مصدر السلطات جميعا، والأمة فوق الجميع، وكل السلطات تأتي من الأمة، وبالتالي ما ورد في المادة 6 يجب أن يطبق بشكل فعلي مثل حرصنا على ما ورد في المادة 4. لذلك نحن نقول لأبناء الأمة، لأبناء الشعب الكويتي، عليكم أن تكون مستعدين، لأن هناك مؤامرة كبرى يتم الإعداد لها من قبل قوى الفساد والإفساد للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.